إيران حركت أسلحتها الاستراتيجية من أجل الاستعداد لتوجيه ضربات للعمق الإسرائيلي، هذا بشكل مثير نشر اليوم على وكالة رويترز وعلى الأوسن ديفندر التي نقلت بشكل واضح هذه الوكالات التصريحات قادمة من مسؤول إسرائيلي حالي مهم وهو جوشوا زاركا رئيس الشؤون الاستراتيجية في الخارجية الإسرائيلية الذي قام بالنشر والإجابة أو نوع من إعادة النشر لإحدى الأمور والتفاصيل المثيرة التي نشرت من شخص مهم آخر أمريكي وهو جويل ريبيرن الرجل الذي كان مبعوثا لسوريا سابقا من عام 2018 وحتى عام 2021 وقد تحدث عن معلومات مثيرة بأن إيران والنظام الإيراني يحرك أسلحته الاستراتيجية للداخل السوري لكي تستخدم ضد إسرائيل. وطبعا هذا المسؤول الإسرائيلي الذي تحدثنا عنه جوشوا قال they are أي بما معنى بأنهم فعلا يقومون بنقل هذه الأسلحة وهذا يفسر تماما لماذا نرى ورأينا طبعا الضربات الكبيرة التي جاءت على المطارات السورية مثل مطار دمشق بحسب الصور للأقمار الصناعية ترى أنت المدرج الذي يأتي إلى شمال طبعا هذا المطار الكبير قد ضرب بهذا الشكل ثلاث ضربات عندما نقترب منها وطبعا أخرجت هذه الضربات هذا المطار عن الخدمة وأيضا إلى الجنوب كما تلاحظ أيضا ثلاث ضربات أوقفت تماما الحركة في مطار دمشق وفي نفس الوقت هم قاموا الأسبوع الماضي بضرب مطار حلب كما تلاحظون ضربتين واحدة هنا وواحدة هنا وأيضا السوريون طبعا عملوا على عملية ترميم مطار حلب ولكن جاءت إسرائيل فجأة بحسب تفاصيل مؤكدة حتى من الجانب السوري بأن ضربة إسرائيلية جاءت على مطار حلب مرة أخرى لتبقيه خارج الخدمة تماما وهذا كله يأتي طبعا لمنع الأسلحة الاستراتيجية الإيرانية من الوصول إلى الداخل السوري خاصة بأنهم لاحظوا بعد يومين مباشرة من العملية التي قامت بها الفصائل الفلسطينية الناجحة في الداخل الإسرائيلي بدأت إيران بعمليات شحن كبيرة للغاية باستخدام طائرات شحن سورية عسكرية وكانت هنالك ثلاث رحلات كما تلاحظون في 9 أكتوبر جاءت على ثلاث نقاط أو إلى ثلاث نقاط في الداخل السوري إذا ما اقتربنا هنا سترى بأن النقطتين هي تتجه باتجاه مطار حلب وأيضا في نفس الوقت واحدة منها تتجه إلى قاعدة حميميم الخاصة طبعا والتي يتواجد فيها وتتواجد فيها القوات الروسية والفلايت ريدار هي التي ثبتت هذه الرحلات بتاريخ 9 أكتوبر ستلاحظ أن هذه هي الحركة وهذه هي الطائرة العسكرية وطائرة مهمة جدا والطائرات المهمة العسكرية للشحن السوري مسجلة بهذا الشكل وبالتالي إسرائيل اتخذت قرارا كبيرا بإخراج هذه المطارات عن الخدمة تماما لا بل إنها مستمرة إسرائيل وبدأت تضرب بقوة الأسلحة التي أيضا يتم شحنها ويتم إرسالها على المستوى الأرضي أو من العراق إلى الداخل السوري فوكالة صدى الشرقية وكالة نورث برس وكذلك وكالة إسرائيل وور روم كانت قد تحدثت بشكل واضح أن هنالك ضربات غامضة عادة توضع الأصابع على الاتهام مباشرة لإسرائيل بأنها هي من قامت بهذا الأمر أن هنالك ضربة جاءت كبيرة باتجاه مدينة البوكمال الحدودية مع العراق بعد وجود شحنة سلاح خاصة بالفصائل المسلحة المقربة من إيران كانت تنقلها من الداخل العراقي إلى الداخل السوري انتظروها حتى تدخل إلى البوكمال وقاموا باستهدافها بطائرات مسيرة وتبقى هي طبعا في ظروف غامضة للغاية لا إعلان أبدا وعادة إسرائيل هي من تقوم بمثل هذه العمليات وبالتالي نحن أمام هنا عملية إخراج مطار دمشق عن الخدمة الاستمرار بإخراج مطار حلب عن الخدمة تماما وهذا طبعا هو يضع النظام السوري في مشكلة حقيقية للغاية لأنه أصبح معزول دوليا وهذا سيكلفه طبعا وسيضع تكلفة اقتصادية باهظة للغاية على النظام السوري بالتالي هو معزول بهذه الطريقة على مستوى الطيران الدولي وكذلك أن طائرات الشحن الإيرانية والنقل الجوية الإيرانية الآن قد توقف تماما مع استمرار هذه الضربات على المطارات الموجودة في سوريا الآن أصبحت هذه المنطقة هي منطقة نار من البوكمال إلى الداخل السوري وحتى دير الزور يبدو بأن إسرائيل تركز على هذه المنطقة أيضا لإيقاف أي شحن للسلاح وبالتالي هي تحاول إبعاد حقيقة أن الفصائل المسلحة الموالية لإيران الموجودة في سوريا أو حتى حزب الله اللبناني يريدون منعه من الحصول على أي أسلحة من الجانب الإيراني وطبعا هذه مسألة مهمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي أن تبقى سوريا على هذا
هذا الحال، وذلك لأنها تسلمت رسالة مباشرة من الجانب الإيراني على المستوى الرسمي للمرة الأولى. نرى مثل هذه التصريحات الكبيرة التي طبعا جاءت بداية من قبل موقع أكسيوس الأمريكي، الذي طبعا نقل هذا الموقع تصريحات مهمة من وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، الذي استمر بتصريحات مكثفة إيرانية حول أنهم قد يدخلون على خط هذه المعركة تماما إذا ما تصاعدت بشكل كبير. وموقع أكسيوس أشار إلى زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، وكان قد التقى بمبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط وهو تور وينزلاند، وقام بإرسال رسالة له وأوضح له إذا تصاعدت الأمور باتجاه قطاع غزة وبدأت القوات الإسرائيلية باقتحام هذه المنطقة فإننا سنتدخل وأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أبدا. وطبعا مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط أرسل هذه الرسالة مباشرة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وأبلغه بهذه المسألة، وجاء موقع أكسيوس ليسرب هذه التفاصيل الخطيرة للغاية. وحتى على العلن وزير الخارجية الإيراني قبل أن نبدأ هذا البرنامج بنصف ساعة تقريبا كان قد تحدث بشكل واضح بأن المنطقة قد تنفجر في أي لحظة، ولا أحد ممكن أن يعرف كيف من الممكن أن يكون وضع هذه المنطقة إذا انفجرت هذه الأمور. وطبعا الرسالة الإيرانية هنا واضحة بالنسبة للجميع بأن إسرائيل إذا بدأت بالهجوم مباشرة البري على قطاع غزة، فبحسب التصريحات الإيرانية والكلام الإيراني هذا يعني بأن حزب الله اللبناني بالإضافة إلى الفصائل الموالية لإيران الموجودة في سوريا، ويجب أن لا نستبعد ما ممكن أن يكون قادما أيضا من العراق، بالإضافة إلى جماعة الحوثي أيضا في اليمن، من الممكن أن تشعل الأمور وأن تصل بمديات صواريخها. ويجب أن لا ننسى الضفة الغربية، فهنالك فصائل فلسطينية تنشط شيئا فشيئا مع قطاع غزة مع عرب إسرائيل أيضا. من الممكن أن تتصاعد الأمور فجأة من كل اتجاه بمجرد ما تبدأ القوات الإسرائيلية بعمليتها البرية المرتقبة في داخل قطاع غزة، وبالتالي الوضع ممكن أن يأتي بضربة كاملة سريعة تربك الداخل الإسرائيلي، وهذا هو الأمر الخطير الذي تنتبه له إسرائيل. طبعا فإسرائيل ريدار كانت قد أشارت بأن الأمر خطير للغاية من الجانب الإيراني عندما يتحدث بهذه القضية، لأنه هو أيضا ممكن أن يتدخل على المستوى الرسمي وبشكل مباشر مع كل الجبهات التي يفتحها. وأيضا حزب الله اللبناني هو الخطير، لأن حزب الله يمتلك بحسب إسرائيل ريدار أسلحة كيماوية، وهذه كلها قادمة من مصانع موجودة في الداخل السوري على مستوى دمشق على مستوى منطقة طبعا المصياف، هذه كلها تتواجد فيها مصانع سبق لإسرائيل ومراكز طبعا هي للبحوث العلمية سبق لإسرائيل أن استهدفتها وتحدثت أن هنالك تطويرا لعدد من الأسلحة فيها. والحديث طبعا بحسب هذا المصدر الذي ذكرناه لكم بأنه تحت السيطرة الإيرانية وتحت سيطرة حزب الله اللبناني، وذلك من أجل تطوير هذه الأسلحة وإرسالها لحزب الله اللبناني. وخاصة يجب أن ننتبه بأن وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان بحسب ما نشره موقع أكسيوس الأمريكي أكد بأنه اطلع على خطط حزب الله اللبناني وبأنه لديه خطة من الممكن أن تزلزل الداخل الإسرائيلي، وهذا يعني بأن قد يستخدم طبعا أسلحة غير تقليدية، أسلحة غير طبيعية محرمة كيماوية، وممكن أن يستخدم غاز السارين أو غاز الأعصاب الذي من الممكن أن يشل طبعا الداخل والجيش الإسرائيلي، وبالتالي سنكون أمام ظروف فعلا مزلزلة إذا ما تصاعدت بهذا الشكل. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية متكفلة بمسألة الرد على مثل هذه التحشيدات والتطورات التي ممكن أن تأتي من كل الجبهات التي تحدثنا عنها، فهي تزيد من تعزيزاتها في داخل البحر المتوسط. وجاءت وزارة الدفاع الأمريكية يوم أمس لتعطي ويعطي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أوامرا بإرسال حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة دوايت آيزنهاور إلى البحر المتوسط بعد أن كانت مجدولة بحسب البنتاغون وجدول البنتاغون أن تتجه مباشرة إلى أوروبا، ولكنه وجهها الآن إلى البحر المتوسط. وكنا قد تحدثنا عن هذه المسألة بأن الولايات المتحدة متجهة إلى هذا القرار الأربعاء الماضي، وها هو يتحول هذا الأمر طبعا إلى حقيقة كبيرة للغاية. ويجب أن ننتبه إلى موقع حاملات الطائرات، المسألة ليس فقط في القوة العسكرية الأمريكية الكبيرة التي ستتواجد باتجاه إسرائيل وكذلك قطاع غزة، لا أبدا،
بل ان هنالك تحديدا لموقع على سبيل المثال يو اس اس جيرالد فورد وايضا حامله الطائرات الامريكيه الحديثه والمعروفه، وكذلك لدينا يو اس اس نورماندي وكذلك يو اس اس ارلي بيرك التي ترونها او ارلي بيرك كلاس. طبعا هذه كلها هي لديها رادارات وتحمل رادارات مثيره، على سبيل المثال يو اس اس نورماندي وكذلك يو اس اس جيرالد فورد لديها رادارات كبيره الان، وهي تقف كما تلاحظون هنا وكما هو مسجل بالقرب من قبرص. هذه هي قبرص وهذه هي طبعا السفن والتحشيدات الأمريكية الكبيرة التي طبعا ستنضم إليهم يو اس اس دوايت آيزنهاور. وبالتالي تلاحظ أنت من طبيعة الرادار هي تغطي الكثير من المناطق، طبعا تغطي قطاع غزة بكل تأكيد، إسرائيل، وأنت أمام أيضا سوريا في الداخل، لاحظ ما بعد دمشق وكل دمشق والساحل هنا الموجود في دمشق من حلب وطرطوس وغيرها، كلها تراقبها وتغطيها بالكامل، وتلاحظ أيضا تغطية كاملة للبنان، وهذه مسألة مهمة للغاية عندما نتحدث عن حزب الله اللبناني، وحتى ترى أن التغطية تصل تقريبا إلى أراضي المملكة العربية السعودية. وبالتالي الأمريكيون سيرون الكثير من التفاصيل والكثير من التهديدات عندما تأتي مباشرة على الأراضي الإسرائيلية، وهذه طبعا مسألة خطيرة. وأيضا الجانب الإسرائيلي هو يقوم بعمليات تشويش كبيرة للغاية مع تشويش هائل باللون الأحمر، هذا طبعا هو الجي بي اس جامينج الذي يقوم بعملية التشويش على أي طائرات مسيرة من الممكن أن تقوم بمهاجمة على سبيل المثال إسرائيل. بالتالي أنت تلاحظ كيف أنهم يشوشون هنا باللون الأحمر الويست بانك الضفة الغربية طبعا ومناطقهم، وأيضا هنا كما تلاحظ سايبرس قبرص طبعا، وقلنا بأن الحاملات الأمريكية والمدمرات الأمريكية متواجدة هنا تقريبا، بالتالي تشويش عالي لأنهم يضعون حسابات طبعا أي استهداف ممكن يأتي قد يكون من حزب الله اللبناني تجاه التحشيدات الأمريكية بأي شكل من الأشكال بما أنها ستواجههم. بالتالي نحن أمام ظروف خطيرة وغريبة للغاية لا يصدقها أحد، ولكن طبعا التحشيدات الأمريكية والإسرائيلية هي تأتي بسبب أن إسرائيل مقبلة على عمل بري قادم على داخل قطاع غزة، وطبعا وزارة الدفاع الإسرائيلية لا زالت تنادي في المدنيين الموجودين في غزة وفي مدينة غزة إلى شمال قطاع غزة أن ينسحبوا من هذه المنطقة ما بعد طبعا وادي غزة. ونشرت أيضا لقطات توضح بأن الأمم المتحدة بأكمله الفريق كله قد خرج من مدينة غزة ومن شمال قطاع غزة مع العديد من المدنيين، وبالتالي المنطقة أصبحت على شفا حفرة للحرب. وكنا من المفترض أن نكون اليوم على سبيل المثال أمام العملية البرية الإسرائيلية، ولكن إسرائيل أجلت هذه المسألة لأسباب ذكرها ثلاث مسؤولين عسكريين إسرائيليين للنيويورك تايمز. فالتفاصيل تأتي من الجانب الإسرائيلي هنا بسبب الظروف الجوية، وهنا يجب أن ننتبه لما يحدث. هذا هو قطاع غزة، وسنذهب إلى شمال قطاع غزة لأن هذه هي المنطقة التي ستجري فيها عملية الاقتحام الإسرائيلي كما تتحدث طبعا الجانب الإسرائيلي بشكل واضح. فإسرائيل الآن تخطط لعملية التقدم في هذه المنطقة الفارغة تقريبا والتي لا تتواجد فيها الكثير من المدن أو مدن رئيسية، وذلك لقطع الطريق بين مدينة غزة وبين المدن الأخرى المرتبطة مثل دير البلح وخان يونس وغيرها، تعزيلها تماما وتبدأ طبعا بالهجوم عليها. لماذا هم أجلوا هذه العملية ترى؟ نيويورك تايمز وهؤلاء المسؤولين الإسرائيليين تحدثوا بأن هنالك ظروفا جوية، المنطقة ملبدة بالغيوم، وعلى هذا الأساس هذا لن يعطيهم القدرة لتحقيق الغطاء الجوي الذي تبحث عنه إسرائيل إن كانت بالطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أثناء التقدم البري. هم بحاجة لهذا الغطاء الجوي بسبب أن الفصائل الفلسطينية لديها شبكة معقدة من الأنفاق تتواجد في هذه المنطقة وفي مدينة غزة وفي كامل قطاع غزة، وهذا هو يعتبر الخطر الأكبر على الجانب الإسرائيلي تماما. فبالتالي إسرائيل تنتظر، تريد صورة واضحة من كل ما يجري، لأن الفصائل الفلسطينية حركة حماس حركة الجهاد الإسلامي ممكن أن يوقعوا خسائرا ليست بالعادية على الجانب الإسرائيلي مع بداية هذا التقدم. فإذا ما أردنا أن نأخذ بهذه التفاصيل، فالجانب الإسرائيلي على سبيل المثال بدأ بعملية محاولة التقدم على سبيل المثال على هذا الطريق الذي ترونه وبدأت تدخل في العمق. فهذه الأنفاق للجانب الفلسطيني مثل حركة حماس على سبيل المثال فإنهم يستطيعون الظهور من أي جهة، وإسرائيل لا تعرف كل ما يجري في هذه المنطقة، لذلك هي بحاجة إلى الغطاء الجوي الذي نتحدث عنه من طائرات مسيرة وغيرها. من الممكن للفصائل الفلسطينية أن تظهر فجأة في أي نقطة من داخل الأرض من هذه شبكة الأنفاق المعقدة والعميقة
الغاية والمسلحة تماما كونكريتيا أن يظهروا من أي اتجاه ويبدأون باستهداف الدبابات الإسرائيلية وبالتالي يوقعون خسائرا كبيرة فيها. ليس هذا فحسب، بل أن التخوف هنا بالنسبة كما تحدثت نيويورك تايمز بأن القطعات الإسرائيلية ممكن أن تضرب في الخطوط الخلفية بعد دخول طبعا الأرتال الإسرائيلية، وبعدها فجأة الفصائل الفلسطينية تظهر من كل اتجاه ومن كل زاوية وتظهر حتى في الخطوط الخلفية لهذه الدبابات، وبعدها طبعا يفاجئوها بالضربات المضادة للدروع وغيرها، وبعدها يعودون للاختفاء في هذه الأنفاق. وبالتالي حتى وإن جاء الجانب الإسرائيلي ليضرب الفصائل الفلسطينية حاضرة تماما بهذه الأنفاق التي ستكون عملية خطيرة للغاية على الجانب الإسرائيلي، كذلك يجب أن لا ننسى القنابل المزروعة على الطرق أيضا ستشكل خطرا على الجانب الإسرائيلي، وخروج المدنيين هو يفسح المجال للفصائل الفلسطينية أن تضع القوات الإسرائيلية في موقف لا تحسد عليه أيضا في مسألة تفخيخ المباني أيضا، وحتى الأنفاق ممكن أن يفجروها تماما إذا وجدوا أن الإسرائيليين دخلوا إلى نقطة معينة يفجروها ويخسفون بهم النقطة التي يتقدمون بها. بالتالي الجانب الإسرائيلي قد تكون الأمور وبعض الأخبار تبين بأن إسرائيل ستتقدم وستسيطر، ولكن المسألة ليست سهلة أبدا، فنحن أمام حرب بين جيش نظامي وجيش غير نظامي يجيد العمل بالحرب الغير طبعا الحرب حرب العصابات وحرب الشوارع، وهذا أمر قد لا يكون مربحا وقد يكون أمرا يؤدي إلى خسائر كبيرة جدا بالنسبة للجانب الإسرائيلي. الجميع مع التهدئة، الجميع يبحث عن التهدئة إن كان وزير الدفاع الأمريكي أو غيرهم، ولكن الجانب الإسرائيلي يصر على التقدم لأنه خسر الكثير بسبب العملية التي جاءت من الفصائل الفلسطينية على العمق الإسرائيلي.